ولكن كمان في أعضاء حريصين على الاشتراك والتواجد في فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس. في اجتماعات تمت في الفترة الأخيرة، وكان في لجنة العضوية برئاسة الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة عملت اجتماعات وفي مقابلات مع الأعضاء الراغبين للاشتراك في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، والاشتراك في الفرع الجديد بقى والمميزات اللي ممكن يحصل عليها العضو في الساعات الأخيرة قبل افتتاح الفرع يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. في مقابلات شخصية وفي تفاصيل كتيرة، نطلع نشوف التقرير ده اللي تم من خلال اجتماع لجنة العضوية مع الأعضاء الجدد في فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس. لحظة يفخر بها كل أهلاوي وكل مصري إن صرح كبير من أحد من القلعة الحمراء هيفتتح إن شاء الله يوم 1/6. النهاردة اليوم زي ما يعني حاج شفت كده وكل الأجواء الموجودة، كان كابتن محمود الخطيب اقترح لجنة تواجد لجنة العضوية جوه فرع التجمع. يعني دايما بنعمل لجنة العضوية في المقر في الجزيرة، فكابتن محمود الخطيب ادى تعليمات ان احنا نبدا هنا في التجمع الخامس. اقبال زي ما حضرتك شفت اليوم اقبال غير طبيعي من الراغبين في العضويه، وكانت فكره طبعا جميله جدا ان احنا نتواجد في وسط النادي مع الاعضاء، لدرجه يعني زي ما حضرتك لاحظت في من الساده الاعضاء الراغبين عمالين يكلموا ناس على اساس ان يلحقوا فرصه النادي، لان طبيعي في اي وقت ممكن العضويه تزيد، لان بالعضويه مبلغها زهيد جدا مقارنه بكم الانشاءات وكم ما تم عمله بفرع القاهره الجديده فرع التجمع الخامس. حاجه مفخره، حاجه يفخر بها كل اهلاوي وكل مصري. كم انشاءات في اوقات مؤسسات كثيره قوي بتقلص اعمالها للازمات الماليه اللي موجوده في العالم كله، لكن سيظل النادي الاهلي له الرياده في كل المجالات. هو دايما لما بيجي يفتتح فرع النادي بيبقى مثلا 50% 40% 30% من الانشاءات كملت. الحمد لله 80% من جميع الانشاءات تمت جوه النادي الاهلي. اولا اللي هي المرحله الاولى اللي فيها البنيه التحتيه كلها اتعملت. كم بقى الانشاءات اللي متواجده نفسها جوه النادي واصلين حوالي 80%، وده رقم يعتبر في افتتاح نادي حاجه مبهره يعني. الحمد لله الحمد لله الاداره التنفيذيه بتقوم بدور معانا على اكمل وجه بقياده الدكتور سعد شلبي، سخر كل الامكانيات بتاع اداره الاشتراكات وادارات معاونه متواجده النهارده فرع التجمع الخامس. الاستاذ عز حلمي مدير عام الاشتراكات مع الاستاذ محمد رمضان مدير الاشتراكات الجزيره، الاستاذ تامر مسؤول اشتراكات التجمع، وكل العاملين في اداره الاشتراكات بصراحه وادارات اخرى قمه التعاون. يعني الناس دي بسبب الضغط الكبير جدا على العضويات اللي موجود اليومين دول بقالنا فتره، يعني تقريبا بيمشوا من النادي الساعه 10 11 بالليل عشان يكملوا الاجراءات ويسرعوا بالاجراءات للاعضاء. الواحد فخور وهو شايف خلية عمل داخل النادي الأهلي، الكل بيشتغل. الكابتن محمود الخطيب في تفقد المنشآت مع إدارة الأشغال العسكرية، الأستاذ طارق قنديل لجنة العضوية والاجتماع والمقابلات الشخصية، الإدارة التنفيذية دكتور سعد الشلبي وكمال عميد أحمد النحاس مدير الفرع في التجمع الخامس. لا الواحد سعيد ومبسوط لأن الكل بلا استثناء، مجلس الإدارة سيادة الوزير العام فاروق والأستاذ خالد مرتجي، أستاذ محمد الضواطي، محمد الجرحي، أستاذ محمد الغزاوي، دكتور محمد شوقي، دكتور مهند مجدي، أستاذ محمد سراج حاليا رئيس بعثة الأهلي في كرة السلة حاليا في رواندا والنهارده نهائي افريقيا، الكل بلا استثناء بيشتغل بشكل كبير جدا. مش عايز انسى حد، لكن بامانه خليه نحل الكل بيشتغل عشان في الاخر نشوف الصوره الطيبه دي باذن الله، سواء في القطاع الرياضي والفوز بالبطولات في جميع الالعاب او حتى على المستوى الاجتماعي والانشاءات والتطوير اللي احنا بنشوفه في كل الفروع
وعشان كده دايما النادي الاهلي الناس كلها بتكمل شغل بعض. يعني النادي الاهلي دائما وابدا الشعار الاساسي الاهلي فوق الجميع، تاريخ مبادئ تطوير، الكل بيشتغل عشان صوره ومكانه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي ضمن عائله الاهلي يفضل دايما رقم واحد سواء في مصر او حتى خارج مصر.